توقف رجل في مقهى للشاي. مرحبا، ماذا تريد؟ بعض الشاي من فضلك. تفضل الشاي، السكر هناك. أيتها النادلة. نعم سيدي. أريد المزيد من البطاطا والكباب والكفتة وبعض السبز. هل أستطيع الحصول على القطع الثلاث الأخيرة من البقلاوة؟ يا سيدي، بإمكان زبون مثلك أن يحصل على كل ما يريد. حسنا، حضر الطعام لأخذه معي. زيد البقشيش من أجلك. حاضر سيدي. تفضل فاتورتك، وهذه لك، سأوضب هذه من أجلك. تفضل وقم بزيارتنا لاحقا. عشر دنانير؟ عفوا يا آنسة، لابد من أن هناك خطأ ما، فأنا لم أتناول سوى الشاي. أو لا، لابد أنني بدلت الفاتورتين.